القناه تشوف تي في طارق وغادي يبداو اللايف ديالنا مرحبا مباشر إذا أهلا وسهلا متابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. نتواجد بالقرب من السوق بالقرب من سوق الجملة للخضار والفواكه هنا بتطوان. جمعية أبت إلا أنها يعني تبين على تمغريبة ديالها، تبين على التضامن ديالها، وتبين بأنها متابعينا الكرام متضامنة مع الضحايا وكذلك المصابين والجرحى والناس متابعينا الكرام اللي بقوا متتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، يعني ما بقاوش يعني كيلقاو المأوى باش انهم يباتوا باش انهم ياكلوا. مجموعة ديال المشاكل كيواجهوها اخواتنا المتضررين من الزلزال المرعب اللي عرفته مجموعة من المناطق يوم الجمعة واللي تسمى بزلزال يوم الجمعة المرعب متابعينا الكرام. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر. أول حاجة عرفنا السلام عليكم. السلام عليكم، معكم يمهد عبد العالي رئيس جمعيه تطوان لارباب الشاحنات لنقل البضائع. حنا الجمعيه ديالنا متاسفه على الواقعه اللي وقعت، الكارثه الطبيعيه، وحنايا كنوجهوا التعازي ديالنا للناس اللي توفوا في هذا الزلزال، والله يشافي اللي مجروح. حنايا كجمعيه ديالنا طوعت بالشاحنات هذا النداء، كنديه للناس ديال تطوان كاملين اللي بغى يساهم مع خوتو اللي متضررين في الزنزال ديال مراكش والنواحي ديالها، اللي بغى يتطوع باي حاجه فحال غطاء فحال ملاطي فحال كرتونات. حنايا كنتواجدوا هنايا، جبنا لهم الشاحنه مجانا، نقل مجانا الى مدينه مراكش. اللي بغى يتطوع باي حاجه حنايا حنا هنا موجودين باش نتعاونوا مع اخوتنا المسلمين اللي واقع. حنا غادي نتواجدوا فيها في كينا بالضبط. حنايا دابا متواجدين في الباب ديال المارشي السوق الجمله ديال مدينه تطوان. هذه هي الشاحنه اللي عاد تمشي ان شاء الله. وحنا كنستناو الناس ديال تطوان يجيبوا للمحسنين اللي بغى يتبرع باي حاجه. احنا موجودين هنايا باش نلبيوا هذا الطلب هذا. وهادشي اللي كاين بالنسبه للنقاط اخرى فين عندكم؟ كاين شي نقاط اخرى عندنا؟ الا كان شي واحد عنده شي حاجه بغى يتبرع بشي حاجه كثيره نقدروا نصيفطوا له كاميون صغير يتصل علينا، هو الرقم تماك في المباشر، يتصل بينا نصيفطوا له شاحنه صغيره ولا شاحنه كبيره. الا كان عنده شي حاجه كثيره نصيفطوها له يشارجيها تماك. وحنايا هادشي هذا كنعدلوه مجانا بالخدامه بكل شيء، اللي بغى شي حاجه نمشيو نهزوها معنا، واللي عنده شي حاجه قليله بغى يجيبها هنايا ها هي الكاميون فاتح الباب ديالها ها هي حدا المارشي. يعني المبادره هي مفتوحه؟ ها هي المبادره دابا بدات مفتوحه بهاد الساعه هادي، وحنايا ما متوقفينش شحال ما كانت. نزيدوا نلبيو الطلبات، نزيدوا في الشاحنات شحال من جوج ثلاثه طن 10 ما عندناش مشكل، على حسب التبرعات ديال الناس. هادشي اللي كاين، واللي عنده شي حاجه كثيره نصيفطوا له الشاحنه عنده. إذا كانت عنده شي حاجه كثيره ثقيله ولا هذيك كاع يتبرع بشي حاجه كبيره يمشي الشاحنه عنده تشارجا من تما. قلنا الرقم التليفون ديال الناس. الرقم التليفون فيه الواتساب ايه. الرقم هو 06 77 33 71 95. اللي بغى يتصل بنا حنا عند الاشاره ان شاء الله. شي واحد غادي يجي لنا؟ كاين الاخوان ديالنا. اجا راشد زيد السي بلال عضو في الجمعيه. مرحبا السي بلال. السلام عليكم. تبارك الله الاخوان. اول ذي بدء قدر الله ما شاء فعل.
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الموتى ديالنا وشاف الله الجرحى، وطلبوا من الله عز وجل تكون آخر الأحزان. المهم بصفتي كسائق مهني وعضو في جمعية تطوان لأرباب الشاحنات والسائقين، حنا كنقدموا التعازي ديالنا وكنقدموا حنا عاود بصفتنا كسائقين الإمكان ديالنا حنا نتنقلوا مدينة مراكش مجانا وباقي المناطق وباقي أي مناطق المكلومة. حنا موجودين راه الإشارة، وحنا هنا في الباب ديال سوق الجملة بمدينة تطوان. اللي مثلا باغي يساهم مع الإخوان ديالو المكلومين والناس اللي باش ما كان بالأغطية بالمياه بأي حاجة، احنا راه الإشارة هنايا وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتبارك الله عليكم الإخوان. تحياتي شكرا جزيلا. العفو. شي إخوان غادي يزيدوا يهضروا؟ تفضلوا. إذا متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، لازلنا في هذا البث المباشر. كنشكروا الإخوان في أعضاء هذه الجمعية على هذه المبادرة. متابعينا الكرام، قد وصلني مجموعة ديال التعليقات لمتابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، فهي يعني كتصفق بحرارة على هذه المبادرة. وهكذا هم المغاربة دائما متضامنين في السراء قبل في الضراء قبل السراء. متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب، اكيد بان مجموعه ديال الاسر فهي محتاجه للايواء، محتاجه للخيام. متابعينا الكرام، كما كاين اللي فقد الاهل ديالو، كاين اللي فقد المنازل ديالو، وبالتالي فهاد المبادره فمثل هاد المبادره فهي غادي تخفف متابعينا الكرام من وطأة هاد الزلزال هاد الكارثه اللي حلت بالبلد ديالنا. متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب، وهكذا هو الشعب المغربي دائما كيبين على التضامن ديالو على تمغرب ديالو. كتشاهدوا متابعينا الكرام العدد ديال يعني اصحاب الشاحنات اللي جاوا متابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب باش انهم يوضعوا الشاحنات ديالهم. رهنا التبرعات ورهنا المساعدات اللي غادي يوصلوها للمناطق المتضرره مجانا، واللي بغى يتواصل يعني مساكن تطوان والنواحي ما عليه الا انه يتصل بالرقم اللي كاين في عنوان المباشر. يعني يعني الاعضاء الجمعيه فهما كيقولوا حتى اذا كان شي واحد عنده يعني واحد الكميه كبيره ديال التبرعات فهما بالامكان ديالهم انهم يخصوا الشاحنه وتنقل حتى لعين المكان. واللي بغى متابعينا الكرام يعني عنده داك الشيء قليل، حتى اي واحد ولو غير بصابانه كما كنقولوا حنا، ولو غير بغطاء مرحبا به يجي يتبرع. اكيد بان هاد الصابانه ولا هاد الملطه فمحتاجين فيها الاخوان ديالنا اللي متضررين من الزلزال اللي عرفاته او اللي عرفوا المغرب ليله الجمعه اللي سميناه الزلزال المرعب. متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب، وحنا كقناه يعني رهنا اشاره اي مبادره والخدمات ديالنا دائما مجانا، وحنا كنتنقلوا لاي مكان من اجل دعم مثل هذه المبادرات. وكما قلنا فحنا قناه شوف تيفي قناه الشعب الخدمات ديالنا مجانيه 100%، ماشي حيت يعني البلاد ديالنا عرفت الزلزال، ولكن على طول السنه الخدمات ديالنا مجانيه 100%. متابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب، الى هنا ننهي هذا البث المباشر والى بث اخر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.